المخترع الصغير. كان أحمد طفلا ذكيا نشيطا، لا يحب شراء الألعاب بل يصنع ألعابه بيده، إلا أن بعض أصدقائه كانوا يثنونه عن ذلك ويطلبون منه اللعب معهم وترك أفكاره التي تأخذ وقته كله. جلب أحمد أسلاكا ومعدات كي يصنع سيارة تسير بواسطة محرك صغير أخذه من لعبة قديمة مهترئة، وصار يمضي النهار كله وهو يقص الأسلاك ويصنع منها عجلات للسيارات. ثم صنع هيكل السيارة من علبة كرتون فصارت سيارة جميلة من أسلاك رفيعة، ثم أضاف إليها محرك، ولكن السيارة لم تشتغل. زاره أصدقاؤه للإطلاع على آخر إنجازاته، فرأوه قد وضع المحرك داخل السيارة ولكن المحرك لا يدور كما يريده. شعر أحمد بالإحباط واليأس أمام أصدقائه، فرمى السيارة تحت سريره وخاطب أمه قائلا والدموع تملأ عينيه: لقد قررت ألا أستمر في صنع سيارتي. حزنت أم أحمد عندما رأت ابنها محبطا يائسا، وقالت له وهي تحتضنه بحب وحنان: يا بني، كم من مخترع عظيم استفادت البشرية من اختراعاته، ولكنه كان فاشلا في أول حياته. استمر يا بني ولا تتوقف عن تحقيق مشروعك، فبالمتابعة والاستمرار تتحقق الأهداف، فإذا فشلت اليوم ففي الغد ستحقق أحلامك. واعلم يا بني أن جل المخترعين انطلقوا من الفشل إلى النجاح ومن الإحباط إلى التألق. مسح أحمد دموعه وأخرج السيارة من تحت سريره وخطب أمه بإصرار وتحدي: سأكمل صنع لعبتي وسأبرهن لأصدقائي أني وإن كنت طفلا صغيرا فأنا مخترع كبير. وبعد أيام قليلة خرج أحمد إلى الملعب وجمع أصحابه وقال لهم: عندي لكم مفاجأة جميلة. وأخرج السيارة من الكيس الذي يحمله وبدأ يشغلها. سارت السيارة بين أصحاب أحمد وهم مندهشون وفرحون، وإذا بصديقه حسن يقول: كنا نظن أنك لن تستطيع تحقيق الهدف الذي رسمته. هنأ الأصدقاء أحمد على إنجازه واستماتته في سبيل تحقيق هدفه، وأدركوا أن الاختراعات تنتج عن حب المغامرة والبحث عن كل ما هو جديد وغير مألوف، والفضول لاكتشاف كيف تعمل الأشياء من حولنا من أجهزة ومبتكرات. المخترع الصغير. كان أحمد طفلا ذكيا نشيطا، لا يحب شراء الألعاب بل يصنع ألعابه بيده، إلا أن بعض أصدقائه كانوا يثنونه عن ذلك ويطلبون منه اللعب معهم وترك أفكاره التي تأخذ وقته كله. جلب أحمد أسلاكا ومعدات كي يصنع سيارة تسير بواسطة محرك صغير أخذه من لعبة قديمة مهترئة، وصار يمضي النهار كله وهو يقص الأسلاك ويصنع منها عجلات للسيارات. ثم صنع هيكل السيارة من علبة كرتون فصارت سيارة جميلة من أسلاك رفيعة، ثم أضاف إليها محرك، ولكن السيارة لم تشتغل. زاره أصدقاؤه للإطلاع على آخر إنجازته، فرأوه قد وضع المحرك داخل السيارة ولكن المحرك لا يدور كما يريده. شعر أحمد بالإحباط واليأس أمام أصدقائه، فرمى السيارة تحت سريره وخاطب أمه قائلا والدموع تملأ عينيه: لقد قررت ألا أستمر في صنع سيارتي. حزنت أم أحمد عندما رأت ابنها محبطا يائسا، وقالت له وهي تحتضنه بحب وحنان: يا بني، كم من مخترع عظيم استفادت البشرية من اختراعاته، ولكنه كان فاشلا في أول حياته. استمر يا بني ولا تتوقف عن تحقيق مشروعك، فبالمتابعة والاستمرار تتحقق الأهداف، فإذا فشلت اليوم ففي الغد ستحقق أحلامك. واعلم يا بني أن جل المخترعين انطلقوا من الفشل إلى النجاح ومن الإحباط إلى التألق. مسح أحمد دموعه وأخرج السيارة من تحت سريره وخطب أمه بإصرار وتحدي: سأكمل صنع لعبتي وسأبرهن لأصدقائي أني وإن كنت طفلا صغيرا فأنا مخترع كبير. وبعد أيام قليلة خرج أحمد إلى الملعب وجمع أصحابه وقال لهم: عندي لكم مفاجأة جميلة. وأخرج السيارة من الكيس الذي يحمله وبدأ يشغلها. سارت السيارة بين أصحاب أحمد وهم مندهشون وفرحون، وإذا بصديقه حسن يقول: كنا نظن أنك لن تستطيع تحقيق الهدف الذي رسمته.
هنأ الأصدقاء أحمد على إنجازه واستماتته في سبيل تحقيق هدفه، وأدركوا أن الاختراعات تنتج عن حب المغامرة والبحث عن كل ما هو جديد وغير مألوف، والفضول لاكتشاف كيف تعمل الأشياء من حولنا من أجهزة ومبتكرات.